ما حكم استعمال الهاتف الجوال للطائف حول الكعبة وكذلك التحدث في أمور الدنيا وأحيانا قد يصل الأمر إلى المزاح؟ يجوز الكلام في الطواف لا سيما للحاجة والسلام على من بجانبك، يجوز الكلام للحاجة، أما الكلام لغير حاجة فلا ينبغي. هو لا يبطل الطواف لكنه لا ينبغي، لأنه يشغلك عن ذكر الله وعن الإقبال على العبادة.